بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيها الإخوة الأحبة، تقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير وصحة وعافية وإيمان وعمل صالح، كل عام وأنتم إلى الله أقرب. أسأل الله أن يعيد علينا وعليكم العيد، وقد تغيرت الأحوال إلى أحسن الأحوال. نسأل الله عز وجل أن يعيد علينا هذه الأعياد والمسلمين في عزة ونصر وتمكين وغلبة، وقد زالت الهموم والغموم والأحزان، ورجع الناس إلى الدين رجوعا حميدا. أسأل الله أن يقر أعيننا بنصرة الإسلام والمسلمين في كل مكان. ونستكمل هذه السيرة العطرة، سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أكرم الخلق على الله عز وجل، وأفضل الخلق، وسيد الخلق، سيد الأولين وسيد الآخرين، وحبيب رب العالمين. هذا النبي النقي التقي الزكي الطاهر المطهر صلوات ربي عليه وسلامه. انتهينا في سيرته الشريفة العطرة إلى أحداث العام العاشر من بعثته المباركة صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرنا في أحداث العام العاشر وفاة أبو طالب عمه، ووفاة خديجة رضي الله عنها زوجته، ورحلة الطائف. ونذكر الليلة إن شاء الله ما تيسر من رحلة الإسراء والمعراج، نذكرها في أحداث العام العاشر كطريقة بعض أهل السير، وإلا كتاب السيرة الذين جمعوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم من يذكر الإسراء والمعراج في بداية البعثة في سنة واحد، وبعضهم من يذكرها متأخرة. فهناك خلاف بين العلماء في زمن الإسراء والمعراج. منهم من قال أنه كان قبل الهجرة بستة أشهر، يعني سنة 13 من البعثة، قبل الهجرة بس بست شهور. والهجرة كانت في شهر إيه؟ ربيع أول. قبل ربيع أول بست شهور، يبقى ارجع كده، صفر، المحرم، ذو الحجة، ذو القعدة، شوال، رمضان، يبقى يذكرونها في أحداث شهر رمضان. ما ان احنا عارفين الإسراء والمعراج الناس بيحتفلوا بيه في شهر رجب، 27 رجب، ده بعض العلماء بيذكروا في أحداث شهر رمضان. والبعض قال أن الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة بثمانية أشهر، يعني كمان يبقى إيه قبل رمضان بشهرين، يبقى إيه في شهر رجب. البعض يذكره، وحتى اللي ذكروه في شهر رجب منهم من يذكره في 27 من رجب كالحافظ ابن عساكر، وأورد حديثا بسند لا يصح، الحديث سند لا يصح. ومنهم من يذكرها في الجمعة الأولى من شهر رجب، وبالتالي بعض الناس
يحتفلوا بذكرة الإسراء والمعراج في الجمعة الأولى من شهر رجب، فكانوا يصلون فيها صلاة تسمى صلاة الرغائب. صلاة الرغائب والإسراء والمعراج لا هو ثابت في الجمعة الأولى ولا حتى في الجمعة الأخيرة من شهر رجب. ومن العلماء من قال أنها كانت قبل الهجرة ب 12 شهرا، منهم من قال 14 شهرا، ومنهم من قال أنها كانت قبل الهجرة بثلاث سنوات، ومنهم من قال أنها كانت قبل الهجرة بخمس سنوات. الشهر مختلف فيه، إما شهر ذو القعدة بعضهم يذكرها في شهر ذو القعدة، والبعض يقول في رمضان، والبعض يقول في رجب، بل البعض يقول في ربيع الأول. إن بعض التابعين ذكروا أحداث، يقولوا النبي تولد في ربيع وبعث في ربيع وأسري به في ربيع ومات في ربيع، فيجيبوا الإسراء والمعراج ضمن أحداث شهر إيه؟ ربيع. فما عليها إجماع إنها كانت في شهر رجب، إنما عدد من كتاب السيرة يذكرونها في أحداث العام العاشر، فنحن نذكرها أيضا إن شاء الله في أحداث العام العاشر. وإلا لو قرأت كتاب ولقيتها في أول السيرة في أول البعثة، البعض قال هذا، ولو لقيتها متأخرة قبل الهجرة، لو لقيتها في أحداث شهر رمضان، ربيع، جماد، ذو القعدة، ذو الحجة، فكل هذا وارد إن شاء الله. ملخص الإسراء والمعراج، وهذه آية باهرة باهرة وعظيمة، قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ما أعظم شأنه سبحانه وتعالى. هذا حدث خارق غير عادي لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، الذي يقول للشيء كن فيكون ولا يعجزه شيء سبحانه في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. هذا أمر باهر، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. يبقى ليه كان الإسراء؟ إيه الحكم من الإسراء؟ لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، عشان النبي يشوف من آيات الله عز وجل. إذا كان موسى يعني رأى من آيات ربه الكبرى، سيدنا إبراهيم رأى ملكوت، كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. ده النبي رأى الملكوت و يعني وخاض فيه وخاض فيه. كان سيدنا موسى رأى من آيات ربه الكبرى وعلى الأرض، سيدنا إبراهيم رأى ملكوت السماوات والأرض وهو على الأرض، النبي رأى الملكوت والآيات على الأرض وفي السماء، إن هو أعظم من كل الأنبياء عليه الصلاة والسلام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فالنبي رأى من آيات الله عز وجل، رأى آيات باهرات. الجمع بين الروايات، لأن أحاديث الإسراء والمعراج رواها حوالي 25 من الصحابة، 25 صحابي رووا أحاديث الإسراء والمعراج، بعضهم من المهاجرين وبعضهم من الأنصار، يعني عشان ما حدش يقول ده مثلا من المهاجرين بس ولا الأنصار بس، بعضهم من المهاجرين وبعضهم من الأنصار. طب الأنصار ده لسه الإسلام ما وصلش المدينة، لسه أهل المدينة ما دخلوش في الإسلام، عرفوا منين الإسراء والمعراج؟ عرفوها من المهاجرين أو عرفوها من النبي عليه الصلاة والسلام. 25 من الصحابة من الرجال والنساء رووا أحاديث الإسراء والمعراج، ولكن على تفاوت، بعض الصحابة روى قصة الإسراء فقط في حديث، والبعض ذكر المعراج فقط. لما اتكلم
في 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 هذه المسألة بعضهم قال الإسراء بس في حديثه وخلاص، كأنه راعى أن حد سأله عن الإسراء فروى له قصة الإسراء، والبعض روى قصة المعراج فقط، والبعض جمع بين القصة الرحلتين في سياق واحد، ذكر قصة الإسراء والمعراج في سياق واحد، والبعض روى قصة الإسراء والمعراج على أنها كانت مناما في المنام، زي سيدنا أنس ابن مالك رضي الله عنه روى حديث معناه أو يؤخذ منه أن الإسراء والمعراج كان في المنام وليس في اليقظة. وتستعجب لما أقول لك الرواية دي في صحيح البخاري، في صحيح البخاري. والبعض ذكر أن روايات الإسراء والمعراج كانت يقظة، إنما ما كانش نايم، ده كان متيقظ عليه الصلاة والسلام. فكيف نجمع بين كل هذه الروايات؟ لا تعارض إن شاء الله. الجمع كما ذكر ابن كثير رحمة الله عليه وغيره أن الإسراء والمعراج مرة كان مناما ومرة كان يقظة، والنبي لما كان يشوف حاجة في النوم كانت تتحقق، كان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح تتحقق تماما. فالنبي شافه في المنام تحقق تماما في اليقظة، فما فيش تعارض. حتى قصة مجيء الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، في روايات تقول أنه القصة دي كانت في المنام، وروايات تقول أنها كانت في اليقظة، ولا تعارض أيضا. ده الملك جاله في المنام وحضنه، غطوا غطة شديدة جدا وسابوا، دار الحوار المعروف، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ القصة كلها دي كانت في المنام كتوطئة تمهيد، ثم حدثت في اليقظة بالليل، والنبي متيقظ عليه الصلاة والسلام، حدثت تماما مثل ما رآها في المنام. أيضا الإسراء والمعراج حدث مرتين، مرة في المنام توطئة وتمهيد، ثم وقع تماما في اليقظة كما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما في تعارض بين الروايات. واللي ذكر رواية الإسراء لوحديها كما ذكرت لك كأنه راعى أن السائل أو السامع بيسأل عن أمر معين، فذكر له واحد بيسأل عن حاجة في المعراج في الإسراء يقولها له، واحد بيسأل حاجة في المعراج يقولها له. وإلا فالقصتين في ليلة واحدة، في ليلة واحدة. صحيح أن القرآن ذكر الإسراء في سورة والمعراج في سورة تانية، الإسراء مذكور في سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقصة المعراج مذكورة في سورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، جبريل يعني، ذو مرة فاستوى، ذو مرة ذو جمال، ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى، النبي رأى جبريل، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. برضو المعراج علشان النبي يشوف الكبرى أو الكبير من آيات الله عز وجل. سياق الروايات نسوقها سياقا واحدا إن شاء الله. الإسراء والمعراج برضو بدأ من بيت أم هانئ بنت عبد المطلب، أخت علي بنت أبي طالب، أخت علي بن أبي طالب، لا بنت عمه، دي أخت علي، سيدنا علي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي بعض الروايات أنها كانت أختا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، هي بنت عمه أخته من الرضاعة في نفس الوقت، فأم هانئ أخت النبي من الرضاعة، فلما النبي نام عندها في البيت دي أخته، هي أخته من الرضاعة. انفرج سقف بيتها ونزل منه جبريل فاحتمل النبي صلى الله عليه وسلم حتى وضعه في الحجر في المسجد الحرام عند الكعبة. وكل حاجة من دول آية، إن السقف ينفرج وينزل منه جبريل، هذه آية، دي آية، والملائكة لا تحدها هذه الجدران، هذه الأسوار وهذه الحجارة لا تحد الملائكة، هيخشوا من بطريقة يعني لا نعرفها. لو واحد جوه مكان مغلق ومعاد الموت بتاعه جه، هو هيهرب من ملك الموت لو سد على نفسه؟ أينما كنتم يدرككم الموت، ولو كنتم في بروج يعني في أي مكان، حتى لو في أوضة مقفول عليه في أي مكان هيخش ملك الموت، ملائكة تخش. ولهذا الأمر الآن في زماننا ليس بمستغرب، ما أنت ما تستغربش. النهاردة بتسمعوا أنتوا أجهزة الأشعة صح ولا؟ الأشعة بتخترق الجدران، ممكن من بره يصور لك اللي جوه الجدار بأشعة جوه البيت، يجيب لك من بره الأشعة كده تخش، ده خلاص بقت سهلة ولا إيه؟ تصورتها؟ ده الأشعة بتخش تخترق حتى اللي هي الصوتية والتلفزيونية وأشعة إكس وأشعة جاما وأشعة كذا، في حاجات كتيرة جدا بتخش. العلماء يقولوا إيه بتوع علم الطيور والحاجات دي، يقول لك إن الهدهد بيشوف المية من تحت الأرض، يشوفها مش بيه، يشوف المية تحت الأرض. طب إزاي بصره دخل تحت الأرض وشاف المية؟ هذا الكون، كون الله عز وجل قدرات، يدي الهدهد هذه القدرات، يدي الملائكة قدرات أن تنفذ من الجدران فهذه آية باهرة. انفرج سقف البيت، بيت أم هانئ، النبي كان بيت عنده ودي أخته من الرضاعة، ونزل جبريل، ودي آية عاينها النبي صلى الله عليه وسلم، واحتمله حتى وضعه في الحجر عند الكعبة. ثم جاء جبريل بطست من ذهب، طست ذهب، وفيه ماء زمزم، وشق صدره من يعني من نحره إلى أسفل السرة، شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، واستخرج قلبه وغسله بماء زمزم، ثم حشاه إيمانا وحكمة، لأن النبي مقبل على رحلة سماوية محتاجة إعداد، محتاجة إعداد زائد، إعداد زائد، إيمان زيادة وحكمة زيادة. ثم خاطه، لأ ما هو خاطه، سيدنا أنس يقول كنت أرى أثر المخيط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، خياط يعني عملية فتح صدر حقيقية، وفي أثر المخيط الإبرة، إبرة الجراحة كما نسميها هذه الأيام، عملية جراحية من غير بقى دكتور بتاع بنج وغرفة عمليات واستعدادات وقلب مفتوح ومش قلب مفتوح، دي قدرات ربنا أعطاها الملائكة. جبريل نايم النبي صلى الله عليه وسلم وشق صدره، فتح صدره وطلع قلبه وغسله وملأه إيمانا وحكمة، ثم خيطه مرة تانية، عملية. ثم جاء بالبراق، جبريل جاء بالبراق
دابة بيضاء فوق الحمار ودون الجحش، يعني وسط، لا هي في حجم الحمار ولا في حجم ايه الجحش، بين الاثنين، بين الاثنين، دي البراق. فيضع حافره عند منتهى بصره. في بعض الروايات ان البراق له جناحان، جناحان في بطنه او عند رجليه له جناحين برضو بيخفق بهما، وده يعني دبة عجيبة جدا لا يوجد لها مثيل على وجه الأرض، لا يوجد لها مثيل على وجه الأرض. دبة سريعة جدا، أسرع من الضوء يمكن. وتأمل في اسمه البراق، برق من البراق بيبرق خطوة واحدة، برق في سرعة الضوء. يضع حافره عند منتهى بصره، على آخر عينه ما تجيب يحط الخطوة، على آخر عينه ما تجيب يحط الخطوة، ده خطوتين ثلاثة أربعة يكون في بيت المقدس، ده ثواني، على آخر عينه ما تجيب بقى. وما كانش فيه بيوت كتيرة وعماير زي ما انتوا شايفين اليومين دول، ده السكة فاضية، يشوف كده في الآخر يحط رجليه هناك، يشوف شوفة تانية يحط رجليه التانية هناك، يشوف شوفة التالتة خلاص وصل. نسأل الله أن يدخلنا الجنة، لما نخش الجنة إن شاء الله نطلب من الله عز وجل أن يرينا البراق، نشوف الدبة دي، عجائب قدرة الله عز وجل. هذه آيات، ها نزول جبريل من السقف ده آية، وحادثة شق الصدر دي آية، والبراق آية من آيات الله عز وجل. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب عليه استصعب البراق، يعني تمنى، شمس، ممنوع، كأن مش عايز، مش راضي، استصعب، كأنه اتحرك إن لا النبي عايز يركب عليه، استصعب عليه. فقال جبريل: مه يا براق، مالك، مه يا براق، والله ما ركب عليك أكرم على الله منه. ده نمرة واحد في البشرية، ده نمرة واحد، أكرم البشر على الله عز وجل، نمرة واحد، أفضل العالم، أفضل المخلوقات، المخلوقين عليه الصلاة والسلام. ما هي براق، والله ما ركب عليك أكرم على الله منه. فارفض البراق عرقا لما جبريل قال، قال له هذا محمد، هذا محمد. استحيا البراق، أنا أستصعب على محمد؟ أنا أتمنى على محمد؟ استحيا، ما عرفكش يا رسول الله، كنتش عارف أن أنت محمد صلى الله عليه وسلم، ما عرفش أن أنت محمد، استحيا. هو يعرف الحياء وسمع عن محمد صلى الله عليه وسلم. البراق كانت الأنبياء تركب عليه قبل ذلك، الأنبياء ركبوا على البراق. فأكرم نبي على الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم. فجيب قال له: ما هي براق، هذا محمد، والله ما ركب عليك أكرم على الله منه. فارفض البراق عرقا، عرق من الحياء والحرج والخجل، أنا يظهر من الموقف ده تجاه محمد صلى الله عليه وسلم، اسم الاحترام في كل الكون يعرف محمد صلى الله عليه وسلم. قلت لكم قبل كده ان النبي قال، والحديث في صحيح مسلم، قال: اني لاعرف حجرا بمكه كان يسلم علي قبل النبوه. النبي يعدي كده والحجر ينادي عليه: السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا رسول الله. النبي يقول للصحابه: اني لاعرفه الان، بعد انما بقى نبي وهاجر، النبي يقول لهم: انا عارف مكان الحجر ده، إني لا أعرفه الآن. موجود الحجر، ما ضاعش، موجود حجر بعينه. النبي لما يعدي يقول له: السلام عليك يا محمد. كيف نطق الحجر؟ حجر نطق إزاي؟ له لسان؟ فين اللسان بتاع الحجر؟ أنه مكان؟ ها؟ وكيف الحجر عرف إن محمد اللي ماشي جنبه عليه الصلاة والسلام؟ كيف؟
والحجر بيدرك بيدرك. ودي خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وربنا اداها لبعض أمته، بعض أمة النبي محمد. عشان كده الحجر والشجر هينطقوا تاني قرب يوم القيامة، يقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعالى ايه فاقتله. ده الحجر يعرف اليهودي، هيعرفه ازاي؟ من ريحته ولا من شكله ولا من الله اعلم، بس الحجر يعرف. لما اليهودي يجي يستخبى، يجي يستخبى ورا الحجر، الحجر هنا: يا مسلم. تعرف المسلم ازاي؟ هيعرفه باللحية؟ هو الحجر بيشوف؟ الله اعلم. يا مسلم، يا عبد الله، خلفي يهودي استخبي ورايا، انا متبر منه، يعني لو اقدر اطاطي تعال انت انا ادلك عليه، تعال اقتله. والشجر هينطق: يا مسلم، يا عبد الله، خلفي ورائي يهودي، تعال فاقتله، لو اقدر انا اقتله كنت قتلته. بس الحجر هيمسك السيف ازاي ولا حاجه؟ لو اقدر تعال انت اقتله ورايا، انا متبر منه. الحجر، الحجارة تحب المسلمين، والأشجار تحب المسلمين. جبل أحد النبي قال عنه: أحد جبل يحبنا ونحبه. أحد جبل يحبنا، يحب المسلمين، يحب النبي، يحب الصحابة، بيحبهم ونحبه. والنبي قال إحنا نحب جبل أحد، وجبل أحد من جبال الجنة. شوف البراق، البراق النبي ركب عليه عليه الصلاة والسلام، وخلفه جبريل. النبي ركب الأول وجبريل ورا منه، وانطلق البراق. النبي حكى عليه الصلاة والسلام بعد كده، هبقول لك الموقف، حكى لقريش، حكى لقريش انه هو ركب يعني في الطريق في البراق، يعني مرة على عدد من الإبل جمال لقريش، فجمل منهم أفزعه صوت الدب البراق، فند شذ وتاه، فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على مكانه. لهم الجمل تلوه في الحتة الفلانية، صوت النبي يكلمهم وصوت ما وقفش، وانطلق عليه الصلاة والسلام. قبل النبي ما يحصل بيت المقدس، النبي عليه الصلاة والسلام هنا بيت المقدس تقريبا، النبي مر على قبر على موسى بن عمران. النبي سام يقول في الحديث الصحيح في صحيح الإمام مسلم قال: مررت ليلة أسري بي بموسى ابن عمران قائما يصلي في قبره. ودي برضو آية النبي رآها ليلة الإسراء والمعراج. النبي قال: مررت بموسى بن عمران قائما يصلي في قبره. طب ازاي النبي شاف من تحت الأرض؟ ما قبر سيدنا موسى تحت الأرض ولا فوق الأرض؟ ما كانش فيه منامات والحاجات اللي هي الجديدة ديت، تحت الأرض. ومدفون سيدنا موسى، يعني دفن لما مات دفن، فالنبي شافه قائم، قائم يعني واقف يصلي في قبره. كيف بصر النبي اخترق الارض؟ وبعدين اللي احنا بنحكيه ده يدل على ان الاسراء والمعراج كان بالروح ولا بالروح والجسد؟ بالروح والجسد. الدليل ايه؟ شق الصدر. لما الروح لوحديها ما يتعملهاش شق الصدر، مش كده ولا ايه؟ انما شق الصدر يتعمل للجسم، والقلب لما يطلع ويتغسل ويتملى، ولما يركب على البراق، ولما النبي يشوف البعير ويدلهم عليه، ويمر بقبر موسى بن عمران قائما يصلي في قبره. والنبي قال للصحابة: عند الكثيب الأحمر ولو كنت ثم لأريتكم قبره. قال لهم: لو كنت هناك كنت شورت لكم على قبره عليه الصلاة والسلام. ودي آية برضو: والأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. النبي قال هذه العبارة في حديث عليه الصلاة والسلام، قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وهذا نعيم
أعطاه الله عز وجل للأنبياء. هذا نعيم، الصلاة نعيم، الصلاة نعيم، والعبادة نعيم، وذكر الله عز وجل نعيم، ينعم به الأنبياء في قبورهم، صلاة، عبادة، ذكر، قرب من الله عز وجل. كان بعض التابعين أو بعض السابقين يقول: اللهم إن كنت أعطيت بعد النبيين أحدا الصلاة في قبره فأعطني إياه. بس الله أعلم، ربما تكون خاصة بالأنبياء والمرسلين فقط. واحد بيحب الصلاة يقول: يا رب لو اديتها لحد غير الأنبياء والمرسلين اديها أنا كمان. الصلاة نعيم. بعض الناس أهلينا وجيراننا وزمايلنا ما بيصلوش، ما بيصلوش. شوف العشاء تبقى أنت جاي للمسجد والأذان بيأذن، الدنيا كلها أذانات، الميكروفونات في كل حتة، والناس قاعدة على القهاوي، على القهاوي قدام الطاولة وقدام الشيشة وقدام التلفزيون وعلى المخدرات، ويتكلموا ويضحكوا ويهزروا ويضيعون الصلاة، لا يصلون، لا يعرفون قيمة الصلاة، لا يعرفون قدر الصلاة. الصلاة دي نعيم، نعيم، نعيم للقلب، نعيم للنفس. ذكر الله عز وجل، ده اللي ما بيصليش ده في نكد، ده في شقاء، ده اللي ما بيصليش ده محروم، إنسان محروم، ما يعرفش اللذة ولا الفرحة ولا السعادة، ما يعرفش الخير، محروم من الخيرات، ما بيصليش. نعوذ بالله من الخذلان والحرمان. نسأل الله أن يمتعنا بنعمة الصلاة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. شوف دعاء سيدنا إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة. حاجة عظيمة الصلاة. سيدنا إسماعيل كان يأمر أهله إيه؟ بالصلاة. مهم جدا الصلاة، حاجة عظيمة جدا. النبي مر على موسى بن عمران قائما يصلي في قبره، نعيم بعد الموت، لذة، عبادة. ودي آية برضو النبي شافها وربنا اداله القدرة، ان عينيه اخترقت التراب واخترقت الأرض ورأى موسى بن عمران قائما يصلي في قبره. وذلك فضل الله، فضل ربنا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فضل ربنا على سيدنا موسى. والأنبياء ربنا اداهم خصائص. ده النبي قال في الحديث، قال: إني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. حديث صحيح. النبي قال: استووا، سووا الصفوف، فإني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. النبي ما كلوش أربع عيون، كلوه عينين بس. بس البعض يقول ده ربنا جعل له عينتين في الخلف، هم عينتين يعني عينين بس. هذا فضل الله، ربنا لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء. هذا عطاؤه، هذا عطاؤه، وهذا كرمه، أعطاه لبعض الأنبياء. النبي يقول لك، كان يقول للصحابة: إني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي، زي ما بشوفكم من قدامي شايفكم من وراء ظهر. خصائص. النبي كان يقول: تنام عيناي ولا ينام إيه؟ قلبي. العين نايمة بس القلب إيه؟ يقظان، لا ينام. واضح. خصائص ربنا اداها للأنبياء والمرسلين، والله أعلم حيث يجعل رسالته. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الأنبياء والمرسلين ناس، بس ربنا اصطفاهم وأعطاهم، اصطفاهم وأعطاهم وميزهم وخصهم، دول أطهر من كل البشر، نمرة واحد في عالم البشر، الأنبياء والمرسلين. وبعدين النبي وصل بيت المقدس عليه الصلاة والسلام، نزل من على البراق وربط اللجام في الحلقة التي كانت الأنبياء تربط فيها. طب النبي ربط البراق ليه؟ هو البراق هيمشي؟
هيسيب النبي يمشي للبراق بالأمر؟ ما يمشيش. لو النبي سابه مش هيمشي، هيمشي ويسيب النبي صلى الله عليه وسلم لسه النبي. هيمشي يروح فين؟ إنما الأخذ بالأسباب. النبي نزل وربط البراق مش عشان هيهرب ولا لا، لم باب الأخذ بالأسباب. ربط البراق في الحلقة التي كانت الأنبياء تربط فيها، اللي ركبوا على البراق قبل كده وكانوا بينزلوا في حتة دي كانوا بيربطوا في حلقة معينة. شوف سبحان الله، الأنبياء في قصة بحيرة الراهب يقول له الشجرة دي ما جلس تحتها إلا نبي، والنبي عصام يربط في حلقة كانت الأنبياء إيه تربط فيها، هي مكان واحد مكان واحد. النبي عصام ربط البراق ودخل المسجد. بيت المقدس في الأيام ديت ما كانش مسجد، يعني كانش بناء جدران وسقف، إنما كان مساحة سور، مساحة محاطة بالسور جوه منها عمويد، لأن بيت المقدس المسجد ذات نفسه اتهد قبل كده عدة مرات، وآخر مرة اتهد وما اتبناش تاني، إنما بقيت مساحته، مساحة بيت المقدس محاطة بالأسوار وفيها من الداخل جدران. الجدار ده كان المحراب بتاع داود، العمود ده كان المحراب بتاع زكريا مثلا، والعمود ده كان مكان المحراب بتاع مثلا يعقوب اللي بنى بيت المقدس أول واحد بناه، وهذا الجدار كان محراب فلان سيدنا سليمان. في آيات له عمويد وجدران وأماكن. النبي دخل وصلى، صلى، ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم شعر بالعطش، قال جبريل إني عطشان، رحلة بالليل والأحداث النبي عطش عطشان، فجاءه جبريل بإناء من اللبن وإناء من الماء وقيل إناء من الخمر أنية، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن إنه عطشان وفي المية اهي وفي الخمر وفي اللبن، فاختار اللبن. فجبريل قال له هديت إلى الفطرة، لو اخترت الماء لغرقت أمتك، ولو اخترت الخمر لغويت أمتك، هديت إلى الفطرة. هديت إلى الفطرة، النبي مسدد ملهم، ربنا يوفقه للصواب، للأحسن، للأكمل، للأفضل، هديت إلى الفطرة. والحمد لله. جبريل قال له ايه؟ لو اخترت الماء لغرقت ايه؟ شوف الفيضانات فين؟ في حاجات كتير، والحمد لله معظم الأمة حتى ان بعض الأمة غرق، انما السواد الأعظم الأمة لا يغرق الحمد لله. طب الغواية، شوف بقى أوروبا وأمريكا والصين واليابان، بلاد الدنيا اللي بيستحلوا الخمر غواية، ده للخمر ده أم الخبائث، أم الخبائث. الواحدة اللي راودت الرجل الصالح على نفسها رفض لحد ما زين له الشيطان وألحت عليه، شرب الخمر، دارت الخمر برأسي فزنى بها وقتله، ما كانش راضي بالزنا ولا تجرأ على القتل قبل كده، لما شرب الخمر زنى وقتل. شرب الخمر ده، شوف الأمريكا، شوف أوروبا، شوف المخمورين بيعملوا ايه، شوف الخمر عندما تلعب بالعقول ماذا يبقى، الناس زي البهايم، المخمور ده زي البهيم، يتكلم كده وإنسان يبقى ماشي في الشارع ويقول لك أنا أعظم إنسان في العالم، مخمور، فاكر ان هو اعظم واحد في العالم وهو احط واحد، انا اقوى واحد في العالم، ولو واحد زقه كده من غير زق يقع، ده بيتكعبل يقع، يخبط في عمود نور وتلاقي حاضن عمود نور وعمال يتكلم معاه ده الخمر ده. هذه البلاد، عندنا في الاسلام الخمر محرم، ولا في امريكا مثلا يقول لك القانون يجرم اللي يشرب اكتر من 5 كاسات،
خمس كاسات يعني أربع كاسات ونص مش ممنوع عنده، أربع كاسات كاسين عندنا ولا حاجة. ما أسكر إيه كثيره فقليله ولا بق حتى، حرام حرام. الحمد لله ربنا نجانا من الغرق ومن الغواية. شوف النهاردة بقى بيحاولوا يدخلوا الخمر، واللي يخش تهريب واللي يخش سرقة، ومحل يبقى فاتح خمر ومدينه رخصة، رخصة بيع الخمر. يلا ربنا يصلح الأحوال وربنا يهدي الناس. دخل النبي صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام، ثم أتي بالمعراج. إيه المعراج؟ المعراج سلم تصعد عليه أرواح بني آدم. والنبي يتكلم مع الصحابة، قال المعراج هو الذي تطمح إليه عين ميتكم. شوف الميت لما يموت بتشوف حد فيكم شاف واحد ميت؟ شفت عينه بتبقى باصه لفين؟ هو باصص للمعراج، السلم اللي الأرواح بتصعد به. ده إن كان مؤمن، أرواح المؤمنين تصعد إلى الجنة إن شاء الله، تصعد إلى الله عز وجل. ثم يأمر بها فتعاد إلى الأرواح، إلى الأجسام. الروح لما الميت بيموت الملائكة بتاخدها، ملائكة الجنة إن كان ده مؤمن بياخدوها ويغسلوها ويكفنوها ويحنطوها، يعني حط لها أدخنة وبخور وتبقى وروح طيبة، ويصعدون بها. كلما مروا بها على سماء قالت ملائكتها لمن هذه الروح الطيبة؟ روح مين دي؟ ريحة طيبة أطيب من الطيب، أطيب من الريحان. فيقال هذه روح فلان ابن فلان بأحب الأسماء التي كان ينادى بها في الدنيا. فتقول ملائكة اصعدوا به من قبلنا، تعالوا من ناحيتنا، ريح طيبة جميلة. لمن هذه الروح؟ لمين الروح دي؟ طيبة جميلة ريحتها حلوة. ودي الطاعات والعبادات، القرآن. واحد كان بيقرأ قرآن روحه تبقى طيبة، واحد كان بيصوم شهر رمضان روحه تبقى ريحتها ايه؟ طيبة. الأعمال الصالحة تخلي الروح ريحتها حلوة، والملائكة كمان بيغسلوها ويكفنوها من الجنة ويبخروها ويصعدون بها، والسماء وأهل كل سماء يشيعوها. فيعني يقول الله عز وجل يعني أعيدوها إلى عبدي، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. تعاد الروح، والروح لما طلعت في السماء ونزلت كان الجسم اتغسل هو كمان في البيت واتكفن في البيت او في اي مكان مستشفى مثلا، وبرضه ايه اتبخر. لما خلاص يجهز وهيطلعوا بيه، الروح بتبقى فوق الجسم فوق الكفن ماشيه معاه. الروح بتبقى ماشيه مع الجنازه فوق الجنازه. لما الميت يتدفن يخش في القبر بتاعه، الروح تخش في جسمه تاني، تخش في جسمه تاني. وبعدين الملكين يقعدوه بقى، يقعدوه. يقعد ازاي؟ ده في طوب فوق، ده عالم تاني بقى. يقعدوه وينتهرانه، يشخطوا فيه، اسودان ازرقان، يقعدوه وينتهرانه، صوت كده يشخطوا فيه، هزه ورد. هذه فتنه القبر، من ربه؟ ما دينه؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ أما المؤمن ما يخافش، يقول ربي الله، ديني الإسلام، نبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما الكافر والمنافق لا أدري، نسيت، ناسي، مش عارف، من الفجعة والفزع. هذه فتنة القبر، هذه فتنة، لا أدري، لا دريت ولا تليت. ويضربوه برزبة
من بعد السؤال ويفرشوا له بقى ويوروا له مكانه من النار الاول، يقولوا هذا مكانك لو عصيت الله، ويتقفل ويتفتح له بقى طاقه للجنه، هذا مكانك في الجنه. ربي اقل الساعه، يا رب الساعه تقوم اخش الجنه، فيقال نم نومه العروس، يرتاح بقى زي العرسان كده فرحان وبعدين وتطلع بقى الروح تبقى ايه في عليين، تبقى في عليين. ايه اللي دخلنا في الروح؟ السلم، المعراج، المعراج. اما روح الكافر لا يصعد بها، ها؟ لا يصعد، وانما يقذف بها الى الهاويه، الى سجين والعياذ بالله. الحمد لله على نعمة الإسلام، نسأل الله أن يحفظ لنا الإيمان والإسلام حتى نلقاه. اللهم أحيينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. النبي ركب المعراج ومعاه جبريل، صعد سلم. ترى السلم ده عامل إزاي؟ لونه، نوره، طبيعته، يطلع إزاي؟ نسأل الله أن يرينا هذه الآيات في الجنة. النبي شافها في الدنيا، إن شاء الله نشوفها في الجنة. وصل جبريل ومعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أول سماء. استفتح جبريل، طرخ الباب، من؟ اللي الخزنة بقى والحراس الناحية التانية، من؟ جبريل، من معك؟ في حد معك؟ من معك؟ قال محمد. شوف الكلمة دي، محمد. مرحبا، يفتحوا مرحبا، مرحبا محمد، نعم المجيء جاء، نعم المجيء جاء. فتح الباب يخش جبريل، ده حرس ملائكة، اللي السماء فيها حرس، فيها أبواب، ها؟ والأبواب دي يا جماعة مختلفة، في أبواب يصعد منها الدعاء والعمل الصالح، إليه يصعد وإيه؟ الكلم الطيب والعمل الصالح وإيه؟ إليه يصعد. في أبواب، وفي أبواب، أبواب الرحمة وأبواب الفضل. وأنت داخل المسجد بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب إيه؟ يا رب الأبواب الرحمة افتحها لي، والرحمة تبقى واسعة، الأبواب بتاعت الرحمة. وأنت طالع بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب إيه؟ فضلك. كل الأبواب، أبواب الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نادى المنادي فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. إذا نادى المنادي، المؤذن لما ينادي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فتحت أبواب السماء. أصل النداء ده حاجة عظيمة جدا، الأذان حاجة عظيمة جدا. إذا نادى المنادي فتحت أبواب السماء، كل أبواب السماء متفتحة. ده اللي كان جبريل يقول يستفتح يطرق الباب، من جبريل ومن معك؟ لازم هتتفتح إذا نادى المنادي. انتهز الفرصة لما المؤذن يأذن، قول زي ما بيقول واحمد الله ومجده وارفع مسألتك إلى الله عز وجل، تحين المنادي وقول طلبك، مسألتك، اذكر حاجتك، ارفع رغبتك إلى الله. يا رب ارفع الكرب، يا رب اذهب الهم والغم، يا رب نجيني من الفتن، يا رب اخد عني الدين، يا رب حبب إلي الإيمان، يا رب احفظني واحفظ أولادي، يا رب انصر الإسلام والمسلمين، يا رب. تحين المنادي وارفع سؤالك، أبواب السماء مفتحة. إذا نادى المنادي فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء، واستجيب الدعاء. عالم السماء عالم، ورحبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا فيها آدم وجبريل والنبي صلى الله عليه وسلم،
هذا أبوك آدم، هذا أبوك آدم. وآدم فالنبي صلى الله عليه وسلم يسلم، يسلم عليه، فيرد عليه آدم السلام مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. الآيات الأرضية بتاعت رحلة الإسراء ذكرناها، في آيات الآيات السماوية، الآيات العلوية، آيات الملك والملكوت التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج، وهذا له لقاء آخر. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل عليين وأن يرزقنا اليقين. نسأل الله أن يملأ قلوبنا بالإيمان، نسأل الله أن ينور قلوبنا بأنوار الإيمان وأنوار الإسلام وأنوار القرآن. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة من غير حساب ولا عذاب، ونسأل الله أن يجعلنا من ورثة الأنبياء والمرسلين، وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.